يعني حقيقة تعرف موضوع خدمة العالم المنتجين الإلزامي أنا أعتقد هي مهمة. نعم. لا سيما وأنه فيها فوائد عديدة وفيها مواضيع مهمة أيضا. أولا في موضوع صقل الشعب العراقي وزرع العقيدة والروح الوطنية، أيضا تعرف عندما يلتقي ويلتقون هؤلاء الشباب في معسكرات التدريب أو في الوحدة العسكرية من كل المحافظات ومن كل القوميات والديانات، أيضا هذا يسهم ب يعني تثبيت هذه الروح المعنوية والعلاقة الوطيدة ما بين أبناء الشعب العراقي كشباب. كذلك هي فيها فوائد مادية أيضا، يعني هناك رواتب تعطى للمتدرب والذي يعني يقوم بخدمة العلم.